صدى طا تركي يا عيال، لا حد يسوقه او يسوي نفسه ذيب. عيال ترى بتزعلون مني هالحين والله. بعدين تركي ناكل في راسك. لك أن تتخيل أن المتسابق اللي ما يعرف ما معنى قرار إداري أو إدارة يغشش المتسابق الثاني عشان الجواب. هذا اللي قالوا لك عمى يقود محرول. الحين لما القناة مثلا تأخذ مقدم برنامج الجاي يلقبوه جمهوره ولا الجمهور المقدم العفوي المقدم صاحب المقدم صاحب تركم شبه شو المقدم الغشاش. بعدين كذا مش كي يغش تنبح احمد رحيم، ترى بينه وبين احمد رحيم 3 سم يعني 3 سم حد يفرسه اكيد يعني على اي اساس. وسؤال اخر، سؤال ما فعله تركي مشبب وبعض زملاء اليوم في فقره احمد رحيم هو معناته اللي نبغاه بنغششه واللي ما نبيه ما راح نغششه. يعني نحن من نتحكم في من يخرج على طاوله البوديوم في البرايم، امنا بالله. يعني في اتفاق 5-1 أو 4-2 في البراي. بمعنى آخر نرجع نسترجع فقرة ويد قشران، معناته لما يقولي والله أنا ما يدخل ما راح أختار من الصندوق اللي أرجع فيه واحد ولا أخلي واحد، وهو اللي قرر عن أخويا. يا سلام عليك. بمعنى آخر المتسابقون تسببوا بخروج خالد الحجري، وهذا الأسبوع الأسبوع الماضي مو بتأهل أو راح دايركت سلطان الصباح لأنه ما شالوا منه حسن العجم سلطان الصباح. ايه؟ الأسبوع هذا أنا متوقع أن سلطان الصباح عليه الفوكس أنه هو من يخرج بفعلهم هم. قبل ما انتقل فهد ومحمد خلونا نشوف المقطع الثاني من الجميل والعزيز الأستاذ دحام الذيب، شوف ايش يسوي. رصيدي رصيدي مليان، الجيب مليان خلاص. اذا تبي اخوياك يستفيدون قول برامي جاي انا بطلع خلاص، خلهم يستفيدون. ايش دخل برامي؟ انا ما جيت عشان ارفع السعر على اخويا. ما جيت عشان ترفع السعر على اخويا. طيب كل واحد يفيد الثاني. يعطيك العافيه. شوف ذا التعزيز نهايه البرنامج. يعطيك العافيه. زيادة الخير خيرين. هذا مقطع للي ما شاف حلقة أمس، حاتم يقول ماني برافع السعر على أخوياي، وآخرتها جانا في الليلة فريق الإعداد يقول والله يا إعداد أنتوا تبون نتمشكل مع الناس. هو ما جاز سعر الجريش. ما جاز سعر الجريش، ما يبغى يسقط في خطأ أبو فهمي. ما يبغى يسقط في خطأ، يشتري مصقع ويخلي الجريش فعاش هذه دربك. يلا نشوف مقطع يعني طلع فاهم، قال ما أبغى أزيد السعر على أخوياي. طيب الله وجهك مقطع دحام. يلا لا 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 وش تختار؟ يلا اعجب من هو من هو خذ الان. والله والله شوف انا اتقبل اي شيء في اي برنامج واقعي، انا اتقبل اي مخالفه حتى ممكن مخالفه اسوء مخالفه هروب جوال، لكن انا لا اتقبل غش. لا معلش هنا استوب. مرحله انك تغشش واحد على واحد معناته انك انت فعلا ناوي تكسب محمد دعير من نقاط عشان اخسر فهد معيان النقاط. معناته كذا يعني هل بتغشش كل 26 يطلع على الستيج؟ مستحيل مستحيل. وإن غششتهم كلهم فهذا معناته أن صبر الله ما تفعله غلط في غلط. يا أخي ما يصلح يا أخي، إيش الكلام هذا؟ وزيادة على ذلك يجيني ينظر علي والله نحن نبحث عن الهدف ونصنع الابتسامة، كل هذه حذفت في هذا الموضوع. تتنافى في هذا الشيء صحيح فهد. هنا ذكرنا تحت الهواء وأنرت علينا الحقوق الملكية الفكرية أستاذ التركي أن خروج خالد المحاجري أمر دبر بليل. أعتقد أن التغشيش سواء صح أو غلط أو تغشيش أحد على أحد هو اتفاقيات ليزج هؤلاء المتسابقين بعضهم ببعض للبرايم أو للخروج خالد القري. هذه واضحة من الكحكحة من تصرفات دحام من تصرفات تركي مشبب الذي لا يعي ما يقول. أمر واضح. لذلك أنا أطالب بتغليظ عقوبة الغش. تفضل محمد.
محمد ودي اقول لك جزئيه وانا طالب فيها الاداره بوقف على هذا الموضوع بنفسي انا والزملاء ان شاء الله. احمد رحيم خصم على دحام كل ما كسبه في هذه المسابقه ولم يتم الخصم على تركي مشبب. اليوم احنا نقف على خط الحياد مع جميع المتسابقين واتمنى ان الاداره ترجع للحلقه وتشوف ما فعل تركي مشبب وتوازي بدحام مثل ما تم الخصم على دحام يتم الخصم على تركي. هذا الشيء الاول وبعد كذا يتم الخصم بعقوبة مغلظة كما ذكر الأستاذ فهد الله يعطيه العافية لأن كل ما يحصل هنا يتنافى مع عدالة المنافسة. 26 متسابق أو 25 متسابق ما تركوا أهلهم وجوا هنا عشان اتفاقيات وتحزبات. يا جماعة لا تطلعون بشعارات للناس وبعد ما تجي المحك وتجي الأشياء اللي فيها وقفة تبدأ التحزبات تظهر أمام الناس في الشاشة. تفضل محمد. أنا والله ما أقدر أعلق على المحورات. أنا كنت أغشش الفهري والله بالله بس ما حد صيدني. المشكلة أنك تغشش الفهري ما يفهم. والله كنت أغشش هو ما يفهم وأنت تقول الجواب فدنا عشان بالله أنه والله أنا ما أقدر خلاص دم ما يقدر عطني المحور يعطيك العافية من خاطرك من سينقذ سلطان الصباح هذا الأسبوع فقط الحصانة المادية في البرايم. أنا أعلنها البرايم هذا لماذا سلطان تحديدا؟ لأن سلطان لا أعلم لأن سلطان ما دخل في المود في بعض الشباب اللي إيش حنا ضد الإدارة حنا ضد النقد. قبل يومين كانوا 55 دقيقة النقاد والنقاد والنقاد اللي هم من الماراثونيين فقط إيه؟ وش سوي مع أبو لبن سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس أبو لبن يقول جمعة يسحب يده فهمت يلعبون بالزاوية الحالة لأن سلطان ما ركب الموجة معهم وراح معهم في إيش النقاد والنقاد وكان الصراخ على قدر الألم والحقيقة التي ظهرت في فقرة النقد ذاك اليوم. هل لذلك سلطان ما زلت أقولها هو الضحية القادم في البرايم القادم. السؤال يا طيب بجيك فهد يا ليت مصعب وفيصل نياف يكونوا معنا في الكفش الروم الله يعطيهم العافية. تفضل فهد. هل سيكون المتسابقون يوم الخميس أي غد بإذن الله تعالى تحت ظل أو تحت رحمة المقدمين أم سينقذون أنفسهم؟ هذا سؤال. يوم الخميس اللي هو بعد بكرة يوم الاثنين. اليوم الاثنين أجل بعد يوم أنا أبغى أرجع أضحك على نفض التركي مشبب لما كان مشبوك على ما يحتاج عشرين. ترجع الحين الكاشة ترجع اليوم يا أخي. تحية إجلال واحترام وتقدير لفقرة كلام اليوم هي من تأتي بالحق يا أصحاب. تحية لنا والله نستحق هذه التحية. نعم تدري نعم. أنا أسمع الصفقات حتى من فريق الكنترول فريق نعم. الكنترول يا جماعة الكاشة جاهزة متى تطلع الكاشة؟ أنا والله ما راح نطلع ما يعني ما راح نتكلم على القرار. ليش؟ لأن إحنا في النهاية هي صلاحيات الإدارة فالإدارة تحط القرار بناء على مطالبتنا. أتوقع هذه أسرع مطالبة. أتوقع تركي مجبب عرفت الحين الإدارة إيه لازم تطلع الكاشة لازم يدري إن كلام حقيقي. والله العظيم إيش توقعاتك اليوم الخميس؟ هل سيكون حقيقة؟ هل سيكون متسابقين تحت رحمة المقدمين مرة أخرى؟ أتمنى ذلك. ثاني شيء يا رب المحور هذا اللي قبل شوي هذه إيه؟ مساعدة شاعت رفيقة ما يغش فرق بين الغش ما غش الميزان أو غش ما في مشكلة أنت خطأ أنت خطأ كعبر منه ليه؟ على الأقل تركي مشبب غش وما يبني على باطل فهو باطل أنا قاعدني ها هذا نظامك لا 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 أنت خطأ كعبر منه لا أنت خطأ كعبر منه تركي مشبب غشش وهو ما يفهم السؤال. أنت فهم السؤال ومثقف ومتعلم رحت خليته متسابقين كلهم غششت الفهري عشان ما أصل عليه ملامة عشان يقول أنا وقفت معكم ها كنت علمي ولا يجيبها صح أيوه ما يجيبها صح ما يجيبها صح بس كان سؤال صعب أنا كلها جيت يا جاني سؤال صعب ولا جاه يختار ذهبي ويجي سؤال سهل على ولا أعرف اليوم ما أعرف على حظك ناخذ مصعب وفيصل قرار إداري كاشة أقراها بقوة قرار إداري إلغاء مبلغ تركي مش أيوه كيف وسويت ثلاثة أربعة خمسة إلى 36 مقطع سبعة ثمانية وأصبح لديه مقطع تجاوز الدقيقة ونصف فلنبارك تركي مشبب لديك مقطع دقيقة ونصف تركي السؤال اللي بيطلع العالي يقول والله ما ينخصم عليك ويقوله الروح المهزل ممنوع البقرة قال والله لا أسويها هل بيطلع يقول والله ما ينخصم علي عطنا يقول والله ما ينخصم عليك بنشوفك عطنا مصعب وفيصل الله لا يرخص ولا يشبث بنا اللهم امين يا رب بس